لازم لا لازم ضروري هذا سباق الحماس والفن هو. طيب ما في حد اليوم؟ طيب مو مشكلة، لأن اليوم أصلاً جايين بفكرة مختلفة وجايين بجو مختلف ونحب التحديات ونحب الأجواء الجميلة وراح نشوف مع بعض. في بداية الأمر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام. اليوم باسمي واسمكم راح أرحب بمذيع قادم إلى الساحة، وهو في الساحة مبدع ومتألق وراهن على نجاحه في هذه الأيام وفي قادم الأيام. أرحب باسمي واسمكم بأخوي رعد البتال، الله يحييك يا رعد. هلو هلا مرحبا، يلا حيا ما شاء الله. ارحب يا رعد، الله يبقيك. هلا 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 باللي حضر وبكسر الساحه، يلا حيا يلا حيا. كيف حالك؟ طيبين؟ عساك بخير. اليوم انا صديقي رعد، اول شيء هذا سباق حماسي والفن. لو أتيحت لي الفرصة أني أقدم الشيء لهذا اليتيم، أنا ما أقول أنه شيء، ودي أقدم له صراحة أشياء كثيرة. ودي أقدم له الحنان، العطف، المال، أي شيء هو يحتاجه. أصلاً بسأله بقول وش ناقصك من أمور الدنيا كلها، لأن الإنسان يعني إنسان يكسر الخاطر. أنا ما أدري بسم الله، حطوا لنا سبيكر، خلوا الشباب يسمعون لنا ويجون وراح نقسمها عشوائي. أنت هناك، أنت هناك يا رعد. بسم الله، أنت هناك يا رعد، تفضل. وأنا هنا يا رعد، الله. وبي نشرح أو تشرح فكرة المسابقة من عندك أو أشرح أنا من عندي، وكلنا يعني أشرح أنت مقدمين هذه الفقرة. عندنا الآن مجموعتين، مجموعة مع رعد ومجموعة أو مع مجموعة معي ومجموعة مع رعد، وطبعا المجموعة الفائزة هي اللي بتكون معي. ليش؟ لأني أنا معي يعني جو الشباب، وتعرفون يعني الشباب مع بعض الجو. فأنا أقول لكم رعد راح يكون مع مجموعة، أرحب يلا حيهم. أهلا مرحبا، رعد راح يكون مع مجموعة وأنا راح يكون معي مجموعة، ننقسم إلى قسمين يكون بيننا تحدي وأسئلة، وخلوكم معنا وشوفوا التحديات وشوفوا الأجواء الحلوة. ونرحب بالشباب، الله يحييكم. يا مرحبا يا شباب، يا مرحبا. شباب وين أخوياكم؟ والباقيين؟ يلا مرحبا. أرحب. هلا يلا حي. هلا 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 هلا. يا هلا وغلا. أرحب. أرحب ومثلا. يلا حيهم، كيف حالك؟ طيبين؟ خلاص رعد. كيف الحال؟ هلا وغلا. مرحبا ومسهلا، شلونكم يا شباب؟ رعد الثلاثة ذول عندك والثلاثة اللي بعد عندي، كيف الحال؟ وشلونك سم؟ طيب شباب تسمعوني يا شباب في القرية، المخرج حط لي سبيكر والشباب الآن يسمعوني وما راح يجون أو ليش ما يجون. أنا أقترح وفي بداية البرنامج على أبو عبد الإله والإدارة أنها تخصم على هؤلاء الشباب لأنهم متأخرين وفقرة وبدينا ولا جو إلى الحين، الأمر يتطلب خصم أو ترحيل، وخلنا نشوف. مرحبا والله مسهلا. بدوا الشباب يبدون. نبغى وش الموضوع؟ نبغاهم يجون وننطلق مع بعض في هذه الفقره اللي هي فقرتنا وفقرتكم، والنجاح واحد. وانا من هذا المنبر حاب اعيد واكرر شكري لابو عبد الاله، اليوم راح شرى كاميرات وراح شرى معدات كذلك داعمه للنجاح، وكل من في هذه القريه يحب النجاح لانه تحت اداره جدا عظيمه. من هذا المنبر اشكرك يا عبد الاله، من ابو عبد الاله من كاميرا الفور كي، شكرا لك. الشباب باقي ما جو، كاميرات جديده. اي ما تبيني اقرب وارجع جالس اشوفها، ما شاء الله تطير عنها. طيب الشباب ما جو يا اعداد، يا شباب الوقت، يا شباب ترى بمدد، ترى راح امدد يا شباب، ترى راح امدد. تقول اختم ما راح اختم، نبي نبدا مع بعض. يا ايش رايك في كاميرات الفور كي يا رعد؟ والله ما شاء الله تبارك الله، انا الى الان ما شفت نفسي بها. لابد نحن نشوف بعد شوي، لكن الشاشات أظن عشان شوف نعرف. ما شاء الله تبارك الله، الكاميرا هنا. أي هذه؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. نحاول نقرب. نقرب طبعا، أنا ودي الكاميرات القديمة. ما شاء الله. رايك ما شاء الله تبارك الله. حقيقة حقيقة أبو عبد الإله قاعد يشتغل شغل كله لعيونكم، فالله الله لا تقصرون معنا في التفاعل وفي المشاركة. طيب الآن والله مسهل. الآن رعد أعطانا رعد الآن أعطانا خطاب قدام الكاميرا القديمة. ها. فالآن. القديمة. هذه الكاميرا الجديدة. شوف الحين عشان أنا ليش سويت كذا؟ إيه؟ عشان تشوف الفروقات. شوف قبل وبعد. قبل وبعد. مرحبا والله، مرحبا والله مسهل، وكل ما أقولها بحق. شباب أخوي. مشكور وأخوي ناصر أبو عبد الإله. في
الغامدي ماسكين خط الشيخ ناصر الغامدي، بيض الله وجهك وجمل الله حالك على هالشغل وعلى هالإبداع، بيض الله وجهك وجمل الله حالك. مرحبا يا شباب، سلام عليكم. طيب مرحبا، نبي نقسمهم يا ابو سعيد. خلنا نقسمهم ونبدا بالشباب. اول شيء خلنا نسلم على الربع اللي ما سلمنا عليهم. سلام عليكم، كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟